الروح دي تفتكر ازاي نستحضرها في هذا التوقيت؟ وانا عاوز ادخلك شويه في السياسه دلوقتي. لا هو انا هقول لسيادتك حاجه، انا ليا فلسفه معينه في السؤال بتاع سيادتك. انا بقول ان المصري في كل زمان ومكان هو هو، لازم حاجه بس تعمل له تريجرنج او تشعله الحماس، تشعله الحماس او فتيل الحماس اللي بيسموه، بحيث ان هو يتغير من الخمول اللي هو فيه الى المارد. ودي كنت انا في لقاء مع الاستاذ ابراهيم عيسى وقلت الكلام ده، قلت قبل 30/6، قلت له في 30/6 هيحصل بركان والبركان ده هيشتعل. ليه؟ الاحساس بتاعي ليه؟ انا جربت وشفت وعصرت 67 نكسه، 6 سنين من التدريبات الشاقه والجيش كان مولع عاوز يلتقي باي طريقه، فمن نكسه الى مارد في 73 يعملوا حرب. كل العالم بيقول ان الجيش المصري هيخلص تلتينه في القناه وهم بيعدوا بس، فده دليل ان المصري في الزنقه بيبان معدنه. والزنقه اللي احنا فيها اللي سيادتك بتقول نحور الحوار الى السياسه، هو مصر قايمه بمصريين، قايمه عليها المصريين وروح المصريين والوطنيه اللي جواهم مع عشرينات اللي 7000 سنه موجود حضاره.